قال 8 سنوات في مصر بحبها قوي. قال انا ما هربتش من الملعب وما جريتش، فضلت واقف في الملعب رغم اني كنت في ظروف صعبه جدا وفي وسط ناس اوت اوف كنترول بعيدين عن التحكم، لكن فضلت واقف. وقال ان في كتير منهم كمان من الانديه الاخرى بيحبوني، بيحبوني. قال كده انا بحب مصر وبحب الجمهور وبحب الاهلي. والحقيقه الولاد اللي ماتوا دول كلهم بيعشقوا النادي الاهلي، بس بيعشقوا مانويل جوزيه. فهو جوزيه عيني كمان من جواه محروق، لانه عارف ان الولاد دول مرتبطين بيه قوي. وعايز اقول لكم لما كانت علاقتي متوتره مع جوزيه كانت متوتره مع جمهور الاهلي، لما اتصالحت بقيت بالنسبه لهم حاجه مهمه قوي. هو راجل كويس ومصر بلد حلوه، مصر بلد حلوه قوي قوي، بس احنا اللي من جوانا احنا اللي من جوانا صعبين قوي. ما ينفعش جوزيه يقول كده علينا واحنا نعمل كده في نفسنا. ما ينفعش برادلي يروح مع مراته برشلونه وليفربول ويوفنتوس وريال وكل الناس واحنا عاملين كده. ما ينفعش نتاجر. انا تعبتني مكالمة جوزيه جدا، انا تعبان من اول امبارح من ساعة الحدث جدا والله، ربنا يعلم، اقسم بالله اقسم بالله. وامبارح لما طلعت سفينكس وقلت هنا دعوة عفوية للناس، بلد بس خدت ولادي على فكرة ومراتي امبارح ورحنا. مراتي قالت لي انا نزلت عشان اعرف ان مفيش حد جاي، فقلت بس عشان اسليك. فكنا بالناس بمشاعرها. بس والله انا ابني محمد 12 سنة وماشي في 13، عندي بنات كبار، انا جد عشان تبقوا عارفين. قلت لكم انا بحب اقول سني وبحب اقول ولادي، بفرح رغم اللي بيهاجمني ورغم اللي بيقول فلول ورغم اللي بيقول النظام، ولا بزعل، بستحمل. انا بحب الناس جدا، بحب البلد دي جدا. لما رحنا امبارح قلت فيها حاجه حلوه. المسيرات لما راحت قدام النادي الاهلي بالالاف فيها حاجه حلوه. لما حب يركب الموجه امبارح مشيت قلت لهم يلا بينا بمسيره دون ذكر اسماء، ما بحبش. بس البلد دي حلوة، هنروح فين؟ مش هنهاجر، مش هنسافر، مش هنسيبها، مش هندمرها، مش هنخربها. اضربونا، اجلدونا، احبسونا، اشنقونا، لكن مش هنسيبها، مش هنسيبها. حاسبونا، اعملوا اللي انتوا عايزينه، مش هنسيبها، هنقعد فيها، بنحبها، خيرها علينا، خيرها مغطينا، خيرها مكفينا وبيفيض كلنا من اولنا لاخرنا. عايزين قصاص. ربنا اسمه العدل، ربنا اسمه الحق، عايزين حق، عايزين عدل. اقول لكم سر، انا نفسي انزل ميدان التحرير بس ما بقدرش. يقول لك اصل ده منين وفين، فاللي بقدر عليه بعمله في البرامج. اما بقى كلمتين زي دول بينزلوا على موقع هتلاقي الشتيمه فيا لا تتخيلهم. ما تفرقش، عشان عارف في غيرهم كتير بيتكلموا كويس. عمالين نجلد نفسنا بشكل يخض، وعمالين نمرمط في نفسنا بشكل يخض، عمالين نذبح في نفسنا بشكل يخض. امبارح كان 74، النهارده بقى 79. بعد الثوره لحد دلوقتي كميه 180.
دلوقتي بقى 185. ما عندنا الصبر. كلام جوزيه وجعني قوي. مش معقوله الراجل ده اتبرع النهارده ب 375,000 جنيه، يعني حوالي اكتر من 50,000 دولار. راتب شهر تقريبا اتبرع بيه. وغيره وغيره. كفايه. انزل ميدان التحرير قول يسقط يسقط حكم العسكر، قول قول إقالة وزير الداخلية ويروح، وقول اللي انت عايزه، بس بلاش واحد يموت. شوف الأم اللي كانت بتتكلم من شوية اللي هي خالة كأنها أم على ابنها عاملة ازاي. شوفوا صورة الأكفان عاملة ازاي. شوفوا حاجات كتيرة جدا. يا رب يا رب نتعلم الدرس، يا رب يا رب كان نبقى مع بعض. يا رب مش عايزين نقسم مصر شيعة واحزاب. استاذ سعد اول امبارح قال لي العراق خسرناها، مش عايزين نخسر مصر ابدا والله ما احنا ما